قالوا مين اللي بده يتمثل؟ شريف البحر وهاني جلال مصروف. طلعوا عليه عمي مراد هنا نعم قاعدين في الحفيرة. نطلع عليه كاش جديد كاش خبر كاش كدا. رحنا الماء هاي الغرقة عاملة حالة لهنا عمي مراد. أنا جيتك وأنا نطلع عليك كاش جديد كاش خبر واش كاش جديد. سلام هاي أنا عن كلمتي أنا قلت لك أنا شواك لاباس جينا بالجمع حكينا وفي جرار 40 شجرة في عمرها 38 شجرة في عمرها 3 سنين ولا نخدم أها نسقي ونداوي ونخدم وبالخدامة وواحد جاو ديركت ما داروا لي استدعاء تاني داروا لك مدير تدروا لك ما داروا لي استدعاء جاو بالفم قالوا احنا بداو نحفروا قلت له واش تحفر كل غروس السجن. يحكينا بالجمعة وجت اليوم لأن اليوم ثلاثة. أها. قلت له كروشي عنده ثلاث سنين ولا قاعد له. قلت له أخويا قلت هذا إنجينيرة وما حشكروا السكرتير ولا شيف سيرفيس معه. قلت له أخويا عوضوني. يا أخي رئيس تبون رئيس الجمهورية قال المواطن اللي يسوه عوضوه. أنا مستثمر. أنا مستثمر والحمد لله قاعد له. أنا قاعد نشوف قاعد نخدم في عنابة في المستثمرين كل اللي موجودين في عنابة الكالبي راب سينوسال نخدم أش 24 نهار العيد نهار العيد خدمت نهار العيد على 10 جيت نخدم عدد على الوحدة جيت نخدم دوزيام جور تاع العيد والله جيت في صلاة الفجر خدمت حتى ل 12 روحت خدت رجعت من 3 تاع العشاء ولا 11 تاع الليل خاطر الناس هذيا الشجرة باش تولي في مكتب وتكبر كيما ومش تبص خير شي ولدك في الدار عينيها كيما ولدك تربح الشجر وشوله حجري ناحيته باش خدمت هنا كما كنت حجر وجبت التراب يعني كان شوفه ودرت زعمة واحدة بقات في عنابة كاملة طرف تاع أرض عندي في الدين في الفرم سمبوليك تاع عنابة سمبول تاع عنابة فيها لي سات فامي تاع لي فرمي كل وشوية نوار واحد ونخدم على على روحي والله العظيم شوف وضريت ياسر جاو تاع طرابوك بنيت جاوني هنا ريبولي البريارة حفروا الفوسي يبولي البريرة يعني شو هذوك نعوضوا لك ونخدموا لك واحدة كيما ملاحة كملوها من هنا خلاو الديكمبر ونطيش منا من هي كما يميطا ديكمبر وفاهم الماء عاد يركع في الأرض ما خلاو ما داروا الخدمة تحمي السرقة سرقوا لي الحديد تاع البريرة البريرة كاملة طايحة 140 مليون خدمتها قبل له دركا يتجاب دركا بكتر كان شوية طايح الحديد من يتحمي والله 140 مليون خدمتها البريرة كاملة كلوتيريتها نظفتها غرست النوار مع الكلوتير باش يطلع ها وقعد نعاود فيه انا بديت نعاود لك لو بي تاعهم واش حابين هما اكزاكت هنا يعقبوا يعقبوا التيو على ما بعد عقي شي هناك حسن كبروا شي شو 17 سنه الغاز ما بعد اسمع اسمع عقبوا المدير اه اسمع اسمع شكر بالاخر بالاخر عني شاهد بالاقل بالاقل شفت على النوار ها
نحيت الاحجار ونغرس نحاو هذه كل 160 شجره زيتون كانت كامله الزيتون لا هي كامله 160 شجره زيتون و 240 شجره تاع النوار ما خلط بوغانفيلي ورد بلي كولار فيه واحد 12 كولار الورد فاهم اللي كيتو خدمت وانا خدمت بوغانفيلي 4 كولار هما باش تفهمني برك واش حابين يعملوا في الارض تاعك رايحين يديروا هذوما بالاقل بالاخر باش يخرج الصوت راني مع الطريق لوتورو ستاسيون تاع الماء جديده هي اللي خدموها هذيك هذه باستاسيون كي خدموها جديده جاوا هنا باش يعقبوا تيو تحت الارض يعقبوه باش يعقبوا رالين من هنا برك شي جره دوما كل راح ينحيوا مني ثم الكوتي هذا كامل اللي كيسهولك هذا حبستهم ما جابوا حتى ورقه قال لي المقاوله انا نوكيتي بك 45 شجره دي 130 شجره ولا يتهرب نعيط له في التليفون يتهرب ميتيو راح يخدم غير لهنا في الكوتي هذا ولا يروح لهيه لا يروح يقابل يحكوا تحت الارض يروح حتى للستاسيون بعد يجيبوه من هنا يحضروا به جوه بلو لافيس حتى سيدي ابراهيم نطلب من رئيس تبون روح الحس روح نطلب من رئيس الجمهوريه تبون يا تبون يا رئيس الجمهوريه يا رئيس الجمهوريه الخدمه دي راهي صعيبه وتعبت عليها سنوات وانا تعبت والمشروع باع كنت 12 سنه وما يجريو فيا فرميت كونسول من 10 ملايين خسرت خلصتها فرميت كو عايش هذاك الوطير ولي سر الخدمه اللي هيك باش يخدموها اه اسمع لسه هي كي تعود في المصلحه العامه معليش مي لازم يعطيك تعويض تاعك مي هاي الشاتو دو هاي اللي هي راح تعوضني راح ترجعني بثلاث سنين لورا انا معليش هاي ثلاث سنين راح نرجعها لورا تاع المشروع نخسرها عمل ومش نخسرها غير في الواحده برك الشجره كي نخسرها عمل ثلاث سنين زيد نرجع لورا نعاود نخدم زيرو شو تيرا كيما قلبوها شوف شو تيرا كيما في حاله والله ما عدا في الجيشي هنيك وبداو يحكوا البروجي هذا والله العظيم واني مسؤول على الكلام اللي قاعد نهضر فيه والله ما عقبوا المدير الجيشي هنيك تاع لي درولي اما ما عندناش حنا مديريين عندنا وحيد دي ساكر يسير بنديه حاكمين المناصب نطلب من رئيس سبون تولوا شويه بولايه عنابه الاداره في عنابه تاع عنابه كامله الاداره راهي مخوفه راهو مدير ما يصلح مدير ما يصلح الاداره تاع النبا مدى بك يا سي تبون بدل اخويا عندنا الارمي يا اخويا ما حبوش يخدموا باقيين قبل البيروقراطيه او عندنا رجال اخويا عندنا رجال في الارمي حط اخويا وحيد ميليتار يحكموا الاداره دوك تمشي الاداره دوك تنحى دوك تنحى الرشوه دي وتنحى البيروقراطيه ما دام يدير في البيروقراطيه سارق ولد حرام وما دام يحكر في المواطن سارق ولد حرام حنا كاين دستور كاين جريده رسميه والدستور يحمينا ما عندناش حق فيها كي تدخل الاداره ما عندكش حق انا مليت ما بقيتش نروح لهم رحت لوسيط الجمهوريه توجور نيجاتيف يعطي الحق للاداره وانت تروح مكان ما عندكش حق كي ما تحب المستثمرين يجيو يخدموا يقول وانا مستثمر راح يخدم يعطي وانا مستثمر وراح يحقروه يعبسوه ويخسروه انا نطلب من رئيس الجمهوريه خويا عاودوا لي سواردي نخرج منه المشروع نعطيكم نسلم لكم المتاع خويا دقيقه برك معليش رجعوا لي سواردي اللي خسرت انتم شخصيا ما تبانش الفيديو ما نهضر معاك برك هنا انتم كي جيتوا مع المقاول تاعكم جبتوا ورقه هكا من هو اللي جاي ما جاب حتى ورقه جاب ورقه ما جابش جاب تاع الصونا الجاز درك جاب تاع الصونا الجاز عطاها لك جابها عنده عنده يجيبها للسيد جاب تاع ما جابش جاب تاع الصونا الجاز درك قال لك ما عندناش في الجيش هناك البروجي ما عداش الدرك فاهم ما تخدموا بلا ورقه تخدموا جايين كذا بلا ورقه جايين 40 شجر واش قال لي المقاول قال لي نخسر هلك انا من بعد ولا يتهرب يبعث لي للشيرة ونعطيك تليفون تاعي في زوج بنديه هذاك يطيش فيك وهذاك يطيش فيك حبس من بعد قال لك احنا زواولا خلينا نخدموا فاهم ما خاطي مساكن حتى لي كونديسيون تاع الخدمه راني كان شو ما تعدش وجهك هاك يدك تاع يخدم لا لي كون لا والو المقاول هذا شوف المهم نهضروا هضره لوجيك ما تبانش هاك شوف هذه خدمه هذه يجي يدي هو اللي باكي شو صباتو او صباتو مسكين نهضروا انا حاش لوجيك هنا ورابطها بسيلان يعني حتى هم ساكن خدامه بخاطينهم هذا مقاول كيما يقول او يجيب دراهم ويخدم ديك باكي هو يعطي له 4 دولار وخويا اسمح لي ماشي اسمح لي خلينا من هديه هذه حتى شي هديه هو راضي راضي بالقسم ربي سهل مسكين الله مغلوب على امره راضي بالقسم ربي سهل فاهم واش راح نقول لك انا نطلب من رئيس الجمهوريه عندنا بري في حاله
الإدارة تاعنا مخوخين وانت روح ما تديش حق فاهم جريدة رسمية ولا التنوية يعرسها ويعديها يديروا بها تحايل مع المليارديرات كون قاس واحد ملياردير عنده جنانة يديروا له تحايل تقويم تشجرة يفهموه ينعتلوا يضربوا به فاهم حتى راح يقص معاهم أنا حقروني حقروني الظلم وعلاه لأنه أنا غرس وداروا ملايير ومليارات الشجر في الطرود قاعدة تموت وأنا واقف عليها ليل ونهار حتى مش أنا راح ننافسهم في المشروع راح ننافسهم قاعدين يصابوطيو فيه هذا يحرش فيها هذا يحرش فيها نطلب التعويض نطلب الرئيس الجمهورية يعوضوني ترافو بيبليك يعوض لي ورئيس البلدية يعوض لي ويعوضوا لي اللي يدروا لك الشيء اللي خسرته كله فزدوه لي يعوضوه لي لو كنت تحسبهم بالورقة تاع المشروع وراح تعمل شكوى اخويا عندك الدولة اشكي للدولة اخويا ما جاوش عم هي حفرة قالوا لي قلت ولا التعويضات تاعي تاني يدروا لي قال لي درك نشوف وهرب قاعدين نناصيو فيها درك نناصيو فيها هم ما دارش العمل عقلنا وقت الواحد ولا وقت احرق بروحه ولا شيء هذي درك معهم العقل الشخصين يقولوا تيهم لا يعقبوه برك اخويا كيف خبرك لو كنت نشوفه نسمعها من عندهم هم اخي يا ولدي اللي عبالي خلي هم نسمعها من عندهم ارواح خير ارواح يا اخونا سخسيك برك التيو ملح تعقبوه اكزاك منين التيو ملح تعقبوه انتم هذا اه مع الطريق الطريق والاخر من يعدي هك والله ما عليه بالي ارواح من يعدي جنيه كلها غرقة لهنا يعدي هك التيو الاخر راح يعدي هك ما يدخل في الارضاعة ولا شفت فرشي الشجر كذا ما شبك يدخلها يعدي بشجر يدخل الشباك لهم يعدي بشجر اللي مش الشباك الداخل صار يبغى في الثقة ولا زوج ولا ما يبغى راح يقيس لي الشجر كذا راح يقيس لي الشجر لا يحصل يقيس لي الشجر البكرة وتحط تراب من تركيب تراب من بعد يقيس لي الشجر من تدخل البكرة عمي مولد عمل تظلم تاعك هم مخدام مساكن عم تظلم تاعك انا بدي ماذا بيا البروجي الهضره قاعد ناظر بها اللي مسؤول عليها ماذا بيا رئيس الجمهوريه ياخذها بعين الاعتبار في عندنا برم حق غير الادارات راه حق غير شوف عني عمي مولد انا كلمه حق توقال لكن هذا في المصلحه العامه راهي المصلحه العامه عوض يعطيني صح. حقي حق يرجع اذا ما دخلت الارض تاعك اذا كان انا مستثمر تبقى في الخطر يشيهني واحد يرجعوا لي صوردي يا خويا ونعطيهم الديره اذا كان انا كل خطر يشيهني واحد مستثمر انا كلش بالورق بالورقة الثقة في الوثيقة أخويا يقول لك سدي يحقرني ويروح نعطيه التيران أنا شبعان في قلبي ما نخدمش ما حتى المقاولين اسمح لي بركان يمشي كيسون شهر فيك أخويا نورمالمون هذا اللي عنده مقاول أخويا مساكن ما شكاوش اسكو تقبلها أنت يا أنا كل شيء يخدم معايا ما نخليش اسكو تقبلها يا مقاول تدي في لي مليار العامل البسيط تاعك تعطي له صبات كيما هكذا اسكو تفاها نورمال أخي مش نورمال إصابة ها إصابة ما كانش حتى لبسه تاع خدمه مسكين لا ما كانش ما كانش مقاولين في عنابه يجيبوا من رب الدنيا وعبانا به جزائري كنا وسام عصابه هذا كلش تحت الطبله كيما تجي تعفسني انا كل جاش عصابه ما جاوش عصابه هذوك كل جا مدير عقل كاين جريده رسميه كاين قانون ولا تقمعني ربي يعاونك اخويا ولا تقمعني انا وتخرج لك في ولادك المدير ولا تخرج لك في ولادك وتعيا تشوف فيها الظلم والظلمات يوم القيامة ودونه ما في القبر أنا عد بدوني فاهم يخدم مسكين هك شوف فاهم ما خليتونيش ما تديروني والله خلصا أو يخدم مسكين في الـ لا ليكون لا والو وهو في البيروات يدي في دراهم كبيرة أخويا نورمالمون هذا العام البسيط عنده حق عنده حق العام البسيط ها شكرا من هذا شكرا من هذا عملها باهي عملها باهي اقل حاجه هذه سمع انها تروها نوصلها والله ماشيهم كل مره وحده انا ماشيهم الكونترول بالك مشوا حتى مديكلاري مسكين قال يكون حتى مشوا مديكلاري دا بوت ما عندوش صبط ما عندوش وتلقاه في البيراوات خويا عامل رجل فوق رجل يدي في الباكي لهنا هاك شو الخدمه هذه نهار المسكي 3 ايام انا ما قصيت انا قاعد نشوف انا نشوف الفساد اخويا يعني هذا مقاول نورمالمون اقل الشروط ما مش متوفره في الخدمه تاعو يعني نشوف ها بالعقل كسروها ولحوها خبوها عندها بالشرجر بهنا كسر ما خلاو ما داروا لي ما خلاو ما يديروا هاي دوكا ما تهدش
دونك سا ديبون يجي لي جيب تاع لاسينيسمون يجي لي جيب تاع صون الغاز كل خطره يجي مشروع هنا خويا كي عطى طرد دفاع مشاريع رجعوا لي صوردي يا خويا رجعوا لي صوردي وراح نزيد نقول لكم حاجه يا جماعه المستثمرين عندكم جدد تدفعوا دوسيات في الكالبي راكم تتهانوا وراكم تخسروا صوردكم هنا في عنابة ما كانش قانون تقول تقول دوله وحدها فاهم هنا في عنابة ما كانش قانون يحميك ما كانش يكذب يقول لك 12 سنه ما خلوني من تيران تيران دولي تيران تاعي تاع بابا كان فيها قال لي مدير العام دير كالبي راه مدهولك نحاهولي لي الدولي اللي حبسهم دور خبز السنه هذا فيه كومبايسونس تاع تحت هذه تاع في المطار زادوا نحاهو اليوم الدوه الواحد واحد بنت شخصيه واحده بنت شخص ما هضروش ربي يرحم فاهم راشد عليها ديما ديما وانا بكم شكيت تما كان يوقف شوف 12 سنه بريمي كونسروير عجل كلوتير وباب فاهم شو الباب الاخر تاع الشيري تاع ترابو في بيك الواحد تراب وباب باش ندخل ونخرج قعدت 3 سنين يعني كيما يقولوا احنا الارض هذه امورها واضحه وراقها واضحه كيما يقول التونسي كيما يقولوا احنا امور 5-5 لهنا هنا كلش سي بون بريات ما خليت ما نكتب ايه باش نسكت على علم برك خليت ما نكتب كابا تاع بريات تاع شكاوي والله عندي قفه العمر شكاواتي بكاواتي ما كاين والو ما خليت حتى بلاصه ما خليت حتى بلاصه ما خليت المسكين جامي قيت حتى انا المحكمه الاداريه حولي عقد مشهور لرتباب عقد مشهور كالبيراب نحاول يحبسني وخرجت فيها بداك رايح يروح للحبس المدير تاع البولي اللي كان رئيس بلديه تاع البولي هذاك لطرش فاهم حبسني خرجني منه وبعد ما تروح بوستيرا فاهم خرجني منه مشكلة المحكمة الإدارية نيجاتيف ما عطوني حاجة. ما تبعين البوني لهنا الأرض هذه. تبع بلدية عنابة. هذه عنابة هاي بو حمرة تبع البوني. ورا الواد. تم البوني يا. هذا لفصلنا هنا عنابة. عنابة وي. خويا احنا نصوم ديزارتيزون خدامة حرفيين. الحرفي في الجزائر قاعد يفض قاعد ينقرض ولا قاعد ينقرض. شكون يخدم لك الخدمة هذيا؟ ما كانش ما كانش. الموت يبوسوني عيدية. شكون اللي في التعب وما كانش قاعد حتى مدخول؟ ابري خمس سنين. وشو ربي عطانا موعدة تاع يوسف عليه السلام صبر سبع سنين يوسف عليه السلام احنا نصبروا خمس سنين معايا خمس سنين نبداو ننجوا معايا بصح كيما كان خويا اعطيني صوردي نخرج لكم نعطيكم درك نديزيسي لكم درك نطلب من الدولة ترجع لي صوردي نخرج يزيني خويا نعيطها ينعلبوها خويا ما كانش قانون يحميك ما كانش قانون يحميك في عندنا بعدها كل كيما بعدها إدارة واحدة شو رحت إلى ذاك رحت عند ذاك ولكن تخرج في ستين يكون لها يبقى ولا ذاك كراه والله كراه نسيت شجرة كي ما تكبرها كي ما كنت تضرب ثلاث سنين وانت تخدم تكبرها الله يبارك وفي عنابة ما كانش الكرطوس انا درت شجرة تاع كرطوس 400 شجرة مدير الفلاحة جامي جا يجي وين يحبوا يقمعوك يبعث لك وهاي اللي يحبوا يقمعوك جامي يجي واحد ولا يجيك ما يفرحكش يجيك يحب يصابوتيك ويفشوك عشر بابا وعلاها خويا انا نطلب رئيس الجمهوريه يعوضوني يعطوني حقي ولا خويا اخي بلاد فيها قانون اسمح لي انا القانون كاين حافظ جريده رسميه كامله حافظها عندك وكيل جمهوريه هز الوراقي وهز وصور وديله واش كيلو اخويا ما بقيتش روح راسي كيفاش تعمل ماله؟ قدام الشارع نخسر سوارد ونخسر وقت نزيد عليك من على الضوء من ما كانش ما يعطيكش حقك شوف شكوى باك بين مواطن وبين مواطن ومواطن ممكن تدي حق بس مع الاداره ولا ما يعطيوك حق بس ما كاين فساد المحكمه الاداريه تقول بالك وقت فرنسا تدخل وتهدر المحكمه الاداريه تحط الدوسي وتروح ما يهدروش معك فرنسا انا عديت في المحكمه الاداريه ضلموا ثلاث ايام ثلاث اسمانه تفض الحكايه قعدت ست شهور ولا ثمان شهور مش واجب واعطوني نيجاتيف هما شوف اسمح لي انا احسن ما فهمت هما حتى قانونين نقولوا هنا في النقطه الاولى قبل ما نكمل لكم بعد اخر من ناحيه القانون حب يقول هذه التيود راح يعدي في الارض تاعك في المصلحه العامه انت عندك ما تهدر تقبلها باش تكون على علم برك يعطيني تاعي ثاني حاجه عندك يعطيك الصحه ثاني حاجه حقك كيف ما يرجع لك باش يخدم ويخليهم دي كومبري كيما يقولوا الغرقه والسخ مطيش ينظمها لك يرجع لك حقك راح نزيد نصبر انا نزيد نخدم راح نخسر ثلاث سنين نوره نخسرها ثلاث سنين نوره بالمشروع اعطيني حقي يا خويا اعطيني حق الرئيس الجمهوريه قال لهم تقيسوه عوضوا له نورمالمون هكذا واش راه يعطيني من جيبه
وعلى خاطر ما قد انا مانيش تاع رشوه ومانيش خبير. قال لك يقولوا احنا كي سيدي كي جواد ونقول واحد المتل سيد خدام هذا مقاول انت خدام تاعو احنا قاعد نشوف احنا المقاول دخل روحه قال لي خلص كان المقاول راك تشوفوا كيما واش يا اسمع راك تشوف الخدامه تاعو باللي كونديسيون هذا تشبع قال لي نخلص كان يا ودي واش يخلص انت خدامه تاعو انت بوط ما عندوش نهضروا احنا في اللوجيك انا كلش كيما الثقه في الوثيقه اللي قاعد نشوفوا احنا انت خدام تاعو اللي قوم ما عندوش واش راح يخلصك انت تسنى باش يخلصك هو اوبلي انسى كيما يقول فرغيسون اون انسى اوبلي اوبلياتو اوبلي اوبلي هاي خلصك هو بالهضره باكي يخلصك اخويا بالهضره تخلص انا قلت لك روح له قانوني انت غير بالقانون ها هو ميساج نبعثه لك اخويا في سبيل الله انا وبرشا ومدبيه المواطنين سيدي بارطاجيوه ودير تحيه كبيره وشفته في اليوم هذا الاخ اللي بحدايا انسان قد قد صافي وتحيه كبيره لابن الدوله كان واحد اخر روسي راجل راجل ينعت مباراه مباشره للرئيس ماذا بنا الخوا وصلوا الميساج لابن الدوله وصلوا له خلي باش يشوفوا تشوفوا الدوله تشوف الدوله واش قاعد يعاني المواطن في عنابه ما انت كيما يقولوا الشونطيون اللي شونطيون تاع الناس اللي تعاني يعني نعم كان كيما انت بشكل كان من الالوف اللي بحالي شفت بعيني يعطيك صح هذا واش داروا حلقه غير اللي يجي ساميني ويقول لي غني يا مربوح لي للزهره يا عيني او قصيدتي جديد كتبت ولا هذا هو يا مريوح ولا هو اللي يجي يديني ما عرفتش وين نروح والمكتوب وين يرميني خطره تشوفني مجروح نزهه ونضحك من عيني ما ندير في قلبي خوف واللي خلقني يحميني شحال كاين مني الوف لي بحالي شفت بعيني غير اللي يجي يسميني ويقول لي غني يا مربوح لي للسهره يا عيني تقولوا حاجه انتما تلقى المقاول انت ولا شكون احنا بلاصتنا مش هنا انا اسمع اسمع معاها اسمع انا بلاصتي مش هنا انا مش اللي معك البكبك هذوك درك راني ناوي نهرب نروح والله العظيم يا شكون يرشحوا لي صوتي حرقه والله نروح والله بيا بوليداتي والله ما زلت قعدت هنا بدات تظلم اخويا عايشين كيما الحيوان شي الحيوان خير منا حيوان يستحفظ بولاده ويستحفظ بروحته جينيراسيون تاعو ما كان حد شي يا خويا علاه اخويا علاه كيما بنو اسرائيل قال لهم ربي امنوا بي قالوا ما نمنوش انا اؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن يعلمون قال لهم ربي لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون ما يشعروش بالفساد هذوما كيف كيف القرآن يقرأ في أي زمان وفي أي وقت هذوما مفسدين مفسدين فوق الأرض كما تحب ربي يبركنا كما تحب ربي ينجحنا وعلى بنو إسرائيل راحوا فلسطين ودروا دولة فوق دولة ونشحوا نشحوا ما يدروش الفساد ما يدروش الفساد أوروبا كاملة نشحي أخي كافر كفر عند ربي سبحانه ربي اللي راح يحاسب ماكش نضع وصح صلاح في الارض الدوار يشريوه من عندهم القمح الماكل ياكلوها من عندهم يصلح في الارض وعلى احنا ما نخدموش كاين رجال عظماء في الجيري كاين رجال خليوا الناس تخدم كاين رجال والله ما تعودوا بل في الرجل بل في العبد كاين رجال خلي الناس تخدم اخويا خلي الناس تخدم تلقى واحد قاعد يخدم ربي عينك تخصك هذيك الحاجه كل شيء تدخل وراه فهم يجيبوا لي تراكتار يجيبوا لي ماتريال حاجه واش خصك يجيك شاف دايره يجيك هم يعديو كل من هنا يعديو واحد ما يجيك واحد ما يجيك ما يجيكش ما يجيكش ما يجيك جامي جاني انت لوش لا طاكر كبير فهم ما تجيش هذيك انا لوش في الاسراء كاد دوموند دو ديونس يقبل الناس خاطر ما زوالي يعني يقبلوا الناس خاطر ما زوالي شاي قريبيا يقبلوا الناس تبقى تلقي راف انا نطلب المواطنين رد بالك بتدفعوا دوسي وسيد السومه ندري السومة تا وقت العصابة 75 مليون خلص وش ندخل أنا 75 مليون وش ندخل لك ما تجيبهاش ولا دير السومة سمه لك ولي ما يخدمش لحاله دير السومة أخويا رمزية كان كل تراب سمته معلش راح يبني باطيبة يدخل فايدة بيجيبه نخلص كيما راح قاعد يبني في باطيبة ويدي الفايدة كيف كيف نخلص وهذه كل واحد ما يقدم واحد ما راح يدخل كالبيرا ما راح يجيبونها من الصور هذه أنا بعطوني التراب في حالة ثم انت تشجع على اصلاح الاراضي ثم كي تعمل لي بلانت كي مكا تولي فيها كيما يقولوا والله شفتي الشجره الاشجار تولي فيها الفواكه شفتي الشجره هذه خدمته تحب تقول حاجه ولا حاجه تحب شفتي الشجره اللي قبلتك تحب تقول حاجه الشجره اللي قبلتك اقسم بالله نجبد من تحت منها لي بلوك قدك على غرسه كانت كامله حجر بدنا فارغة سبحان الله نشمو بك انت تولي الدنيا خضراء مثال من الامثله صح ولا لا نحنوش العقارب انا باش نتبتوا الهضره تاعو تحب تقول صوت ما تبانش في الواحد بتقول صوتك اسكو شي هضر
انت تعرفه يمكن. خلي البط يهدر. لا ما تبانش انت. والله يا ولدي مليش قليلة ما تهمينا. الناس ما تحبش. الناس هذه عندنا فينا الخوف هذا والهدرة. اسمع يا عمي مراد او الاخ هذا احنا فينا الخوف نخافوا ما نرفع لا نخافوا. الواحد يواجه اخويا كيما فرنسا لو كون خفنا منها رانا مستعمرين اليوم. نهضروا اخويا نهضروا. حاجه لوجيكيه من الموز قاعد نهضر انا وقاعد نشوف الناس كل قاعده تشوف في الظلم. أصي حبيت نهضر معاه رباني مش راح نعته قلت له قلت له اهدر بالك اهدر على بالي على كل الصوت تاعه والصوت نتاعك والصوت نتاعي كل واحد مش على الفكره يعني على بالي كل واحد بالفكره تاعه يعني على بالي هو قلت كاني الواحد بالصوت تاعي والصوت تاعك تكبر فهمت هذه الانسان ايه مش مشكله على بالي في السي كل واحد وثقافته كل واحد اخلاقه كل واحد ربي خلق جده ونرعى هذا بعمرها في زوج يا اخوي فاهم كل واحد ربي سهل بتلوم حتى واحد لا لا ما نلومش انا لوم غير الانسان يظلم يتعدى حدود الله برك ولا متعدين حدود الله هذه اداره ولا شركه ما فهمتش هذا اداره ظلم بوط تدي استدعاء وتعيط لي وتقعدني في البيرو وتفهمني وتقول لي خويا انا الاضرار تاعك لا نعوضهم انا نشوف اني مش ضد المقاولة هذا هذا جو وحوش هذه الاداره باش سني نعطيكم شي الفساد درك هذا البروجي هذا البروموتير ولا شايطون المقاول انا منه هو لمني مده هو كاين دي بروفيسيون خير منه احنا نقولوا السيد خدام تاعو مش مع ابسط الحاجات ما مشو لابسها ثم سيرتي راه ممكن نحكي لك ما نعرفش انا قول لي انا خدمت في الشركات اها خدمت في الشركات انا كنت نخدم ميكانيسا اها خدمت في البابل وشريتي خدمت في رينار خدمت في التيليتي باب ميكانيسا ليش في طرش هي وكيما كا يعطيوه السيكيورتي الصباط يعطيه راح يبيعوا بالرحمه هكذا مالك يخدموا كيما مين يعني كونتروليها يعطيوه بالقشه خويا يعطيوه لي باط يعطيوه صباط يعني تقول له عطاو له هذا وراح باعوا ما نعرفش انا ما على بالي مي لينيفورم تاعك قبل ما تدخل الشونتي لازم تكون لابس كلش قانونيا يعدي المراقب تاع نقول روح لوروب قوم تلبس قشه الخدمه يصح لينيفورم تاعك بياسر تعدي في الكونسي ديسيبلين ديرها ثلاث مرات يحبسوا مي ترجع ترجع شكون يراقبوا هذا المقاول يعطالو يجي يراقبوه يشوف الخدمه تاعو اسمع مسطره في الجريده الرسميه كي تدخل الاداره شوفوا شو يدير كان كيما يقولوا 10 قوانين يحويبك يحميوك انت كمواطن وتعلم بهم يخبيهم يدور لك الصفحه للقانون ضغط وما تديش حقك يحطوا لك القانون هذاك فاهم ما تديش حقك فاهم وديما نهضروا عليها هذه مرة حاب نسقسيه برك جاني الاخ وكان واحد الهضره قال اول او جاء الخدام تاع الواحد انتم المقاول تاعكم يعني مش منظلم حتى واحد وهضرنا واحد الهضره وجيت انت كومبارازار ها وكنا بقينا نصور فيه وكيما حكينا على لي بوت وعلى لي غون تاعو المقاول هذا بيناتنا عطاكم اللبسه تاع الخدمه ولا ما عطاكش؟ شغل هنا قبل ما دوزيام اه شفت كيف دوزيام شغل هنايا احنا خدمتنا سبيسيال احنا شغل هو مقاول يعطينا هذه دوزيام وحدنا بالمقاول تاعنا في مسيله فهمني برك يا حبيبي